هذا دكتور عمر. تشرفنا بضيفتك. عزيز دكتور عوش، اهلا وسهلا. الله يخليك، يا هلا بيك. شرفتنا اليوم. انت الشرف، ممنون على الدعوه ونشكركم، وان شاء الله نكون حسن ظنكم ان شاء الله. اكيد بالعكس، احنا ممتنين منك لسعه استجابتك، يعني حضورك معنا اليوم. بالعكس انا ممنون جدا، سعيد بلقائكم ان شاء الله. الله يحفظك. واسف التاخير شويه، صار عندي تاخير بالجوينينج، ما اعرف المشكله عندي بالحاسبه صار علقت. لا ولا 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 يهمك ولا يهمك، هو بين ما الطلاب تجمعوا، يعني هسه يلا صار عندنا عدد جيد نقدر نبدي بالمحاضره. تمام. ابدي ريكورد. انا عندي ريكورد، ما عندي مشكله. أوكي. ان شاء الله بنهايه المحاضره ندز لك الريكورد كامل. اوكي. بدايه المحاضره نحب نرحب بالاساتذه الاعزاء الحاضرين ويانا وطلابنا الكرام من كل الشابترات. محاضرتنا اليوم بعنوان Drilling Fluids Basic to Upper Intermediate Level، راح يقدمها ويانا معاون رئيس مهندسين أوس عبد المهدي صادق من شركة الحفر العراقية. أستاذ أوس حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من كلية الهندسة جامعة النهرين سنة 2006، وماجستير في الهندسة الكيميائية من نفس الجامعة في عام 2010، وهو موظف في وزارة النفط شركة الحفر العراقية من عام 2011. استاذ أوس تقدر تفضل حضرتك، عندك 40 دقيقة للمحاضرة، وإن شاء الله بعد المحاضرة عندنا 20 دقيقة نفتح الباب للأسئلة. نعم أسمعك جيد. السلام عليكم، أهلا بك دكتور، وأشكرك على المقدمة. الله يسلمك. التعريف، وأشكر جميع الطلاب الحاضرين والمستمعين يعني. وإن شاء الله نكون وياكم في هذه المحاضرة، تشوفون فيها أشياء يعني ممكن تستفادون من عندها، يعني بالنسبة للطلبة خصوصاً. أنا تكلمت مع الأخ علي وإن شاء الله نتوفق. إن شاء الله راح نبدأ المحاضرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة كما تفضل الدكتور عمر، عفوا، هي عنوانها Drilling Fluids Basics to Upper Intermediate Level. أنا سويت Screen Sharing، واضحة دكتور لو بعدها؟ لا بعدها ما واضحة يمنا. تقدر تعيدها مرة ثانية أستاذ أوس إذا ما طلعت، لأن تمام. يمكن جد تمام هسه طلعت واضحة، هسه واضحة، عاشت إيدك. عنوان المحاضرة مالتنا Drilling Fluid Basics to Upper Intermediate Level. طبعا العنوان أني اخترعته، والمواضيع أني خلينا نقول صممتها ورتبتها نظرا او استنادا على الاودينس اللي راح يحضر ويانا اليوم، اللي هم طلبه كليه الهندسه قسم هندسه النفط من جامعه بغداد، والاقسام الاخرى من بقيه الجامعات. فالعنوان الاساسي هذا، بس المواضيع اللي تحته راح نتطرق لها هسه يعني كمحاضره اولى ان شاء الله وياكم. إذا تحبون نكمل سلسلة محاضراتي، لأن صراحة الموضوع مبين إنه مطاط، يعني مو فد شيء محدد كلش، يعني ممكن يتحمل هواية مواد. بادئاً ذي البدء، ثاريت إنه المحاضرة الأولى تكون فد مقدمة عن عمليات الحفر ومنظومة سائل الحفر، يعني أكثر الطلاب اللي هم أندر جراجويتس يعني عادة ما يكونون زارين الموقع مرة أو مرتين، وإحنا صار لنا تقريبا سنة، يمكن هذه السنة مضت كلها ظرف شوية استثنائي خلينا نقول، فاحتمال الطلبة هم ما قدروا يحضرون يزورون الأبراج ويشوفون المكونات البرج الحقيقية على أرض الواقع. فالمقدمة راح تكون عن عمليات الحفر ومنظومة سائل الحفر، وراها راح اخذ اوفر فيو عن التخطيط واتخاذ القرار وخواص المواد.
المراحل التخطيط هنا فد اوفر فيو، يعني يكون خلينا نقول من منظار اوسع، يعني من ابر يعني بروسبكت او هورايزن اوسع، انه انا شلون ابدي اختار سائل الحفر، على اي اساس، يعني مراحل التخطيط الاساسيه اللي هي مو فقط لسائل الحفر، هي تدخل من ضمن مجموعه اجراءات لبدء اي مشروع، واحنا بدنا نحكي هنا مشاريع الحفر. فضمن اي مشروع لازم انت تكون عندك شغلات اساسيه تسال عنها، انا شنو اللي اريد اسوي بالمشروع مثلا، شنو الاشياء اللي راح اجيبها، المخطط مالتي شنو، البرنامج العمل شنو، مكانه الى اخره، من هذه التساؤلات. فمراحل تخطيط يعني بصوره عامه واتخاذ قرارات اللي على اساسها احنا راح نبدي نتدرج سائل الحفر، انواعه، ليش هالنوع، شنو انواعه هنا، ومن يتكون الى اخره، وايضا بعض الخواص الفيزيائيه والكيميائيه اللي احنا ما راح نروح بها بحساب، بما انه انتم مهندسين نفط يعني، وصورة عامة طلاب الكليات يعني العلوم خاصة العلمية يكون عندهم اطلاع يعني واسع عن الخواص الفيزيائية والكيميائية، لكن راح نتطرق لها من باب انه يعني حتكون فشيء اساسي بالعمل مالنا، لانه تعرف تعامل مواد كيميائية، اكو اجراءات سلامة، هو نفس سائل الحفر يحتاج يعني انه يكون عندك معلومات اساسيه بالخواص الفيزيائيه، يعني درجات الحراره الى اخره، مثلا المخاطر على المواد الكيميائيه، يعني راح تكون هذه كلها مواصفات فيزيائيه وكيميائيه لها دلالات، وتعطيك يعني فد نقول فد انديكيشن الاشياء اللي انت المفروض تتجنبها اذا بها خطوره التعامل مع المواد الكيميائيه او مواصفاتها كان يكون الى اخره ان شاء الله. وبعدين راح نتطرق لكيفيه اختيار سائل الحفر. انا اتوقع يعني ممكن انه راح نغطي احنا اليوم المقدمه ومراحل التخطيط واتخاذ القرار، ونشوف اذا الوقت كفى انه ندخل بكيفيه اختيار سائل الحفر. فمثل ما قلت لكم بالبدايه دكتور عمر، اعزائي الطلبه، راح تكون عدة مراحل، فخلنا نقول أنه محاضرة اليوم هي البارت الأول من هذا العنوان الرئيسي. تمام؟ صوت واضح إن شاء الله؟ واضح، واضح جدا أستاذ أوسر. أستاذ أوسر آسف على المقاطعة، أعتقد المقدمة تفضلت بها جدا رائعة، وفعلا الموضوع هذا ما يتغطى بمحاضرة واحدة، ف يعني حضرتك تقدر تمشي بالموضوع، واحنا اذا تفضل علينا ممكن نسوي بارت 2 لهاي المحاضره، يعني ممكن نسوي على اسابيع القادمه جزء ثاني للمحاضره. احنا الشابتر تقريبا عند اسبوع، يعني تقريبا عند بالاسبوع محاضره او محاضرتين. تمام تمام ان شاء الله، هذا بعد المحاضره نتفق عليها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عندك ما اعرف هسه انا اسوي فول سكرين للبرزنتيشن؟ نعم او هيك الوضع؟ والله اعتقد اسوي فول سكرين افضل، يعني تخلي بضشه. اوكي تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. السلام دكتور حسن، شلونك استاذ اوس؟ شلون الصحه والاحوال؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور حسن عبد الهادي وياك، الله يسلمك. اهلا وسهلا دكتور، شرفنا بك. اهلا من الشرف، الله يسلمك. فرصه سعيده ان نلتقي. انا الاسعد، ممنون منك، اشكرك. حياك الله، يا مرحبا، يا اهلا وسهلا. الله يخليك دكتور. فنبدا ان شاء الله. قلنا المحاضرات تحتوي على عده مواضيع، نغطيها على اجزاء. المقدمه هي مقدمه عن عمليات حفر ومنظومه سائل حفر، يعني كم أجزاء نقول المنظومة، مراحل التخطيط واتخاذ القرار وخواص المواد، هذه أيضا هم راح نأخذها توقع إن شاء الله اليوم، وكيفية اختيار سائل الحفر، ويشمل الأسس والمراحل اللي يتم على أساسها اختيار سائل الحفر مع الأمثلة طبعا. لاحقا أيضا الغرض الأساس من استخدام سائل الحفر هو يعني هذا فشي بيسك، بس أقول راح ندخل شوية بديتيلز مهمة أيضا. عفوا،
ديتيلز اكو مهمه راح نتطرق ايضا لها، ونبلش بالانواع اللي هي يعني خلينا نقول نبدي هنا نروح لل من البيسك نطلع للانترميديت، يشمل انظمه سوائل حفر بالاساس النفطي والمائي. طبعا الاساس النفطي احنا راح نمر عليه نتطرق له كنوع، بس ما راح نخوض به لعده اسباب نشرحها يعني لما نوصل لها. اما يعني البحث مالنا او المحاضرات حتكون كلها مركزه على الاساس المائي، والاساس المائي ايضا هو راح يتقسم هم انهبيتيف اند نون انهبيتيف سيستمز، شنو نقصد بها ايضا. بعدها نظام البوليمرز، بوليمر سيستم انواعها مميزاتها، مواد الاساسيه عينات ممكن ناخذ مثلا من بعض المواد مع الشركات او كذا يعني تسميات تجاريه نطبق ممكن الها. بعدين ممكن نفوت الكيمياء سوائل الحفر اذا الله سهل يعني بعد ما نعرف المحاضره اللي بعدها، او بس هذا برنامج الدوره يعني خلينا نقول كامل نستعرض الان ونشوف احنا كل يعني كل محاضره ايش قد نقدر نغطي من عندها ان شاء الله. وراها الاضافات الطين الخاصه سبيشال ماد اديتيفز واللي هي تشمل مواد تحرير يعني الفري فور فري بايبس اذا صار عندنا ستك او صار عندنا لوسز، يعني هذه المواد. المقدمه هسه نبدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي يشتغل على اجهزه الحفر واللي عامل بمواقع الحفر اكيد يعرف اهميه سائل الحفر وشنو المواد الاساس مالته، وممكن نطلع ايضا على طريقه خلق الاطيان ومعالجاتها. اما الاشخاص اللي يعني بعض الطلاب خلينا نقول او ما صارت لهم فرصه انهم يبدون بهذا العمل او المجال، فراح نتطرق المواضيع او الاجزاء الاساسيه لمنظومه سائل الحفر قبل الخوض بهذا المجال حتى انه تكون الامور واضحه بشكل جيد. فمكونات منظومه سائل الحفر، طبعا هذا فد يعني مخطط بسيط يبين لك دوره سائل الحفر. يعني عندنا هنا ما اعرف الماوس ما مبين، يمكن ماتي يبين الماوس لا ما مبين استاذ. اوكي راح نتكلم انتم بعد الصوره قدامكم. مضخه الطين اللي هي ماد بامب اللي هي اول شيء راح ممكن نحكي عليه، يعني تاخذ الطين الجاهز المحضر الكامل بالمواصفات المطلوبه من الماد تانكس تضخه الى اسفل البئر. بعدين الدوره مات يخرج من البئر على السوليد كنترول اكوبمنت اللي هي اول شيء شيل شيجر تانك. طبعا الطين اللي يخرج من عنده راح يكون مصفى من الكاتينز. الكاتينز تروح اللي هنا مكتوبه ايرث بيت، او نسميها ايضا ويست بيت. اما الطين المصفى فينزل بسيتلينج تانك نصيح له ساند تراب اللي هي يعني مصيدة الساند أو الرمل. ألو ألو واضح أستاذ. نعم ما أشار عندي أنا مشكلة إنه الإنترنت أنستيبل. بعدها ممكن إنه يروح للديساندر والديسلتر أو جهاز المد كلينر راح نشوفه بعدين، ثم الديجازر اذا احتاجين اذا كان عندنا بابلز او فوم بالطين، وتخلص الدوره لهنا مال التنظيف يرجع للسكشن تانك اللي هو الدوره يرجع للبوم، وهكذا. هاي السايكل اللي هي يعني شورت سيستم خلينا نقول عليه. اما اكو بعد راح نشوف ايضا هنا هذه مثلا ضفنا عليه الصورة انه يوضح لي البالك ستورج مثلا اذا
صادفكم هيك مصطلح بلك ستورج اللي هو هذا الشكل خلينا نقول المخروطي اللي مثل السايكلون، هذا موجود يستخدم يعني للبارايت اذا كان البارايت مو بالك يصحولها، يعني عادة اللي يشتغلون او شايفين يعني البالات مال البنتونايت او البارايت تجي طن البنتونايت والبارايت طن ونص، بالة كبيرة وزنها طن ونص او طن. اما اذا يكون يعني خزن باحجام اكبر فيتفرغ يعني سايتون اكبر يسموه بلك ستورج، وهذا الاسفل من عنده هو تصوير للهوبر هسه نشوفه اللي هو اسمه ميكسنج هوبر، هذه ايضا هنا موضحها يعني هذا فد مخطط ثاني. هنا عندنا الميكسنج الميكسنج يونت اللي على اليمين، طبعا انا هذا ماخذ من صوره يعني من جهاز من اجهزه شركتنا يعني المخطط الميكسنج هوبر اللي هو بالاعلى بالتوب اليمين هذا شكله انه يكون على شكل قمع، ومن الاسفل اكو فالف بتر فلاي فالف مكتوب، واكو انلت هناك فيه هو هم اوتلت يعني الانلت من الجهه الاخرى، هذا حيكون عندنا نوزل مربوط على جوانب اذا ممكن تشوفون ايضا سايد فيو اكو توب فيو وجوا الصوره ايضا سوبر تشارج او يصيحوا له سنترفيوجال بامب، هذا القدره الحصانيه مالته ممكن تتراوح بين 75 هورس باور الى 100 هورس باور، فيعني يضخ بها طبعا مي كبدايه، او اذا انت عندك طين تريد مثلا تضيف عليه بعد كميه اضافيه حيكون هذا طين اللي يمشي بالبايبات، ومن الاعلى من الهوبر راح ننزل المواد اللي نريد نضيفها اي اضافه بالخلط منها. فالعمليه الخلط شلون راح تكون؟ راح ينزل عندك التباودر في هذا القمع وده يفوت عندك ستريم بنوزل فيصير عندك فاكيوم انما يسحب هذا هذه المواد ويخلطها هو ماشي اثناء وصوله للخزانات بالبايبات، فراح تصير عمليه ميكس اولي سحب يعني بنفس الوقت راح يسحب من الـ من الـ من الباله خلينا نقول البرودكت ويخلطه اثناء مسيره الى ان يوصل للخزانات. هذه مثلا خلي اكبر الصوره ما ادري اذا اقدر اكبرها شويه هاي حتى يعني تكون عندكم صوره اوضح لانه الصوره مرات تكون افضل من المخطط. فال البايب هذا اللي نشوفه على شكل حرف يو هذا اتجاه من عنده جاي من المضخات من المطارات راح يفوت هنا بالنوزل بين عندي الماوس لعفو دكتور واضح الماوس حاليا واضح بصورة. واضح على شيدك ايه يفوت هنا بالنوزل هذا ووراها يروح للخزانات، طبعا هنا هن مفتوحات هذا يصح له ادريسر يعني اثناء عمليه تفكيك وهذا ما منصوب بشكل كامل حتى هذا الاسفل تشوفوه ما سكشن مال الماطور مفتوح، بس على العموم هو راح يكون سحب من خزان من اسفل خزان عبر هذا الماطور وعن طريق هذا القمع نفتح هنا اكو يصح له بتر فلاي فالف او يعني فراشه صمام نفتحها، فمن تفتحها راح تسمع اصلا اختلال بالضغط يعني راح تسمع اكو جيتنج راح تسمع خلي عليه البالة او الساك يعني اذا كان ساكات 25 كيلو او 50 كيلو شنو ما تكون نوع الماده وتفرغها به، هو راح ينقل هذا بنفس الوقت يخلطه بالبايب الى ان يوصل الخزان، طبعا من يوصل الخزان راح يروح لل يروح للتانكي تتلقاه اجيتيترات هذا ثاني شيء هسه راح نتكلم عن هذا طبعا الشيل شيجر تانك او البروسس تانك
البروسس تانك نسميه انه اللي الخزان اللي يكون عليه اكثر من منظومه فصل معدات مواد صلبه. بس هذا مثلا على سبيل المثال يتكون من شيل شيكر اثنين اللي هن على اليسار، واللي على اليمين هو سحوله جهاز المد كلينر. الشيل شيكر هو اول شيء راح ينزل عليه الطين من الفلو لاين بالبوكس الاخضر، هسه واضح عند الماوس يمكن اتوقع هذا البوكس من هنا، وهذا بوكس ينزل بي من الفلو لاين من البي القادم ينزل على السكرينز، واكو موتورات تشتغل ايضا فراح يفصل لي الكتنجز. الكتنجز طبعا تخرج منها من الامام تروح للويست بيت، والطين الصافي من عنده راح ينزل بخزان اللي هو ساند تراب. بعدين طبعا هذا الخزان مو قطعة واحدة، يعني احنا دا نشوف شكلها هسه حاليا كأنما هو خزان واحد، بس اذا تشوفون من الاسفل هتشوفون اكو ثلاث مقاطع دائرية، فهذا 3 compartments، يعني هذا مفصول ساند تراب، بعدين ستلينج العفو، بعدين خلينا نسميه هو الشيجر يعني او الـ يعني الطين اللي صافي اللي فايت يعني بالشيجر شيل شيجر والفايت بالمد كلينر. فالبروسس هنا راح يصير عندنا شلون؟ راح يصير عندنا ثلاث مراحل. الاولى انه بالشيل شيجر، هاي التصفية الأولى. الثانية هو السكلينج بالساند تراب، راح يصير عندي ترسيب الذرات الساند اللي عبرت قدرة تعبر من الميش مال السكرينز تترسب وين؟ بالساند تراب. ثم اكو اوفر فلو من داخل الخزان، هو ما واضح هنا، يروح على الخزان اللي بصفه بجنبه اللي هو هذا قلت لكم نفسه ثلاث مقاطع، هذا مقصود 3 compartments يصير فيه. واوفر فلو من الاعلى فتحه علويه اكو تصير بي يروح للمرحله الثانيه اللي هو راح يسحب من عندها ماطور الدي ساندر. الدي ساندر يسحبه من الثانيه المرحله الثانيه، بعد ما يخرج من الجهاز الدي ساندر راح يروح الاوتبوت مالته الجهاز يعني الكومبارتمنت الثالث بالخزان اللي هو يسحب منه الدي سلتر. فالبروسس حتكون يعني سيريز، يعني مو ان بارالل راح يصير، يعني راح يصير مرحله بعد مرحله. تمام، فهاي المضخه هنا هذه اللي تشوفوها اللي على اليمين هذه مال مال دي سلتر. مال دي ساندر راح تشوفوها هنا، هاي الجانب الثاني طبعا، خلينا نقول الرير فيو مال الخزان. هذه مضخه الساند الدي ساندر العفو. الدي ساندر تكون الكونات اللي هي المخاريط اللي راح يدخل بيها السائل الضخ المضخه. طبعا مثل ما تشوفون اكو خطين لاينين هنا، واحد ازرق واحد احمر. الانبوت مالته راح يكون من الاتجاه الجانبي هنا، ففعل الشكل المخروطي لهذه المخاريط اللي هي قطرها يعني تبدي خلينا نقول من 12 تقريبا الاي دي مالتها 12 انش الى تقريبا 3 انش، هذا دي ساندر احكي. ففعل الشكل المخروطي مالتها راح يصير ادي فد كانما شلون طرد مركزي السائل راح يخرج من اعلى والمواد الصلبه راح تنزل للاسفل على جهاز الشيل شيكر. هو هذا طبعا جهاز 3 ان 1 يعني بمخاريط الدي ساندر ومخاريط الدي شلتر بالاضافه الى الشيل شيكر، فثلاثه ثاني يصحون مد كلينر. هذا الشيل شيجر صورة إلى يعني طبعا هذا الشيل شيجر احنا نستخدمه بأجهزتنا. فخلينا هاي المطارات بالأعلى هنا اثنين
هي اللي مسؤولة عن الحركة اللي يوفرها للمنخل، حيث تكون حركة دورانية باتجاه الأمام نفس الوقت، خطية ودورانية وخطية باتجاه الأمام، فيصير كأنما عندي تقليب ودفع للكتينجز للخارج. إذا نرجع طبعاً تشوفون هذه بها أربع بنلات، يعني أربع سكرينات، هذا قابلة للتبديل، هذه بالأسود والمبين عليها سيب، يعني هذا جانبي، تصوير أيضاً جانبي. هذا البوكس اللي أقول عليه اللي راح ينزل بالطين اللي جاي من البير طبعاً، وينزل منه من هذا الاتجاه، راح ينزل على المنخل الهزاز. وهذه صورة الجهاز يعني يشتغل، خلينا نقول عامل، شوف الكتنج شلون تطلع. طبعا الجهاز هذا ما اعرف اني، هذه اذا تشوفوها هذه اربع سبرينجات، هذا واحد وهذا واحد، ومن الجانب الاخر ايضا هذني يعني اللي خلياته طايف، يعني خلينا نقول قاعد على سبرينجات، والماطرات قلنا الموجوده بالاعلى اللي توفر الحركه الدورانيه، فهي هذا الحاله كانما يعني طايف، والجو هذا مو متصل به، هذا الجو حيكون خلينا نقول القاعده اللي راح يتجمع بها السائل النظيف ثم يخرج للخزانه. هذا ايضا اكو مخطط توضيحي. هذا طبعا البوكس مات اذا تشوفوه من ثلاث جوانب، هاي فتحتين من الاعلى، ممكن اني هذا اوبشنال اذا اريد يكون الطين جاي من الفلو لاين يكون من الاعلى، او اذا الفلو لاين مات مصمم انه يستقبل الطين من الجانب. عفوا هذه ايضا مخطط قلت يشرح هنا الحركه مال الماطورات، يعني يراويك الاتجاه الدوران، اذا هنا واضحه ما اعرف او لا لكم، يعطيك شكل الدوران مال كل ماطور، اذا كانت هذه الحاله شلون راح يكون، واذا كانت هذه الحاله شلون راح يكون. مرات ممكن انه يصير ثلاث ماطورات مو ماطورين، الماطور الثالث يشتغل عكسهن يسوي تأخير بالكتنج اللي خارجه للويست بيت، يعني خلينا نقول يأخر البروسس مال بحيث يطلع الكتنج ناشف أكثر. بس احنا هذا ما نحبذه يعني بصراحة بالجهاز مال شيجر، لأنه يصير عندي شوية تآكل بالسكرينات، السكرينات يعني عملية تبديلهن وأيضا مكلفات، فالغالب نفضل إنه نخسر جزء قليل من الطين ما يكون هالقد يعني ناشف، يخرج يعني تخرج وياه نسبة من الرطوبة ونسبة من الطين الحفر، ولا مثلا السكرين ينشق خلينا نقول أو يتضرر، أو أيضا يصير عندي مشكلة تلوث بالطين نتيجة وجود مواد صلبة، لأن طبعاً من أكثر المشاكل صعوبة ويعني مزعجة وسبب إلى كثير من التراكمات، يعني مشاكل consequences بيها هواية، إنه يكون عندك build up للكتينجز داخل ال يعني بداخل السائل الحفر، اللي هي نصيح لها إحنا مصطلح الدريل سوليدز. الدريل سوليدز احنا هذا ابد ما نحب اذا يكون عندنا بسائل الحفر، لا نعتمد عليه بالوزن يعني للثقيل، ولا اريد يعني يبقى يرد يعني يفوت مرتلخ الدقاقه وكذا. هذا ايضا هسه نتطرق له ان شاء الله في واحده من اجزاء المحاضره، مشاكل اللي تواجه يعني العمليات اللي احنا نسويها بالمعالجات التخلص من السوليدز سائل الحفر. طبعا هاي الصوره انا خليتها لان
حبيت أراويكم بعد الأمل شلون يكون الشيل شيقر يعني شكله شوفه يعني راح يكون جدا وسخ. هنا لون مات أبيض ممكن يكون طين ملحي أو مستخدمين لايم ماد شكل أبيض. على العموم يعني هو العمل بالحقول وبالحفر يعني يتطلب كثير من العمل. هنا عندنا الجهاز الديساندر والديسلتر مفصولات. احنا بالبداية تكلمنا انه اكو مد كلينر يشمل هذه الثنين بالاضافة الى جهاز شيل شيقر اسفلهن الاوتبوت مالتهن السائل اللي ينزل من عندهن يصفي الشيل شيقر. لكن هذني مفصولات يعني حسب تصميم الجهاز حسب يعني مثل ما نقول شيل شيقر يعني سبورت مالته بلاستيك هذا بالاخضر والكفر الفوق هو خلينا نقول سيم او نسيج يعني يكون من ما اعرف شنو الالوي مالته بالضبط بس اكيد مو بس حديد لانه لازم يكون بها مواصفات كروجين ريزيستنس الى اخره الاحتكاك كذا. فالسلك مالها مو سلك يعني اعتيادي هذا بس حبيت اطلعكم عليها. هذا طبعا الخلف مالها صوره الخلف رير فيو تشوفون بها اكثر من دعامات لانه ممكن يكون الكتنج يخرج كميات كبيره فيحتاج سبورت حتى ما ينكسر. هذا طبعا الديكانتر سنترفيوج. الديكانتر سنترفيوج عادة هو يعني ما يجي ممكن ويا جهاز الحفر إلا إنه أنت تطلبه يعني شغلات يعني إضافية. لأن عادة شركات اللي تأخذ خدمة السائل الحفر هي اللي توفره فممكن يكون متوفر بالجهاز أو ممكن يوفره مقاول شركة الخدمة يعني مقاول الثانوي يوفر هذا الجهاز. الجهاز هذا طبعا شنو شغله الديكانتر سنترفيوج من اسمه بي سنترفيوج يعني أساس عمله هو سنترفيوجال فورس. هذا راح استخدمه للتحكم بالأساس للتحكم بالمد ويت عندي في حال كان عندي مشكلة مواد صلبة بسائل الحفر واني ما ممكن انه يعني من يصير عندي مشكله بالفصل فصل الكتينجز او الدريل سوليدز من سائل الحفر فعندي عده خيارات. خيار من عندهم تخفيف طبعا والتخفيف الى يعني خلينا نقول فد مقدار معين بعدين السيستم يتعبى يعني ما اقدر بعد ممكن اخفف. خيار الثاني انه اسوي دامب يعني ارمي جزء من سائل الحفر للويست بيت واسوي طين بمواصفات اللي جديده يعني طين جديد بمواصفات اللي احتاجها اضيفه واخفف الطين الموجود. فهذه العمليه طبعا انه اسوي دامب مكلفه خاصه انه احنا كل ما نروح بديبر يعني بالويل نحفره راح تكون الاديتيفز اكثر ومكلفه اكثر. فالطين يعني محسوب يعني عندك بالامتار او بالبراميل يعني كل فماته فتمام ممكن بسهوله انه تتخلص من عنده حتى اذا كان بي يعني ملوثات. فقدر الامكان انت تحاول انه تقلل من هذا الدم حتى شنو حتى توفر كلفه لان هي طبعا كل شيء بالحسابات مال
عمليات الحفر الكلفة يعني فد عنصر كلش مهم جدا مهم يعني راح تشوفه. فهذا الجهاز الصراحة جدا مفيد توفره بالجهاز إذا عنده يعني أقصد الجهاز الحفر وعمل ويا مجموعة الأجهزة الموجودة على المنظومة سواء الحفر راح يوفر لك أناء كثير ويوفر لك أيضا أموال كثيرة يعني من المردود اللي راح يجي من عمله. ليش؟ لأنه هذا الجهاز راح يقلل لك المواد الصلبة الموجودة اللي هي غير مرغوبة إذا كانت المشكلة طبعا هي مشكلة تراكم مواد صلبة عندك في سائل الحفر اللي هي قلنا عليها drill solids. هذه drill solids راح يطرحها الجهاز هذا عن طريق قلت لك السنترفيوغال فورس راح يفتر بسرعات عالية ممكن توصل سرعات مادة يعني تتدرج طبعا بها يعني أكثر من سبيد. هذا كل ما زيد السبيد كل ما الفصل أكثر مادة تكسر المواد الصلبة إلى أن يوصل يعني قريب درجة يعني خلينا نقول شوي أكثر من المي اللي يتم استخدمه. إذا المي اللي يتم استخدمه فرضا هو فريش ووتر والسبيسفيك جرافيتي مالته مثلا 1 أو 1.01 سبيسفيك جرافيتي فممكن يعني يوصل لك لل 1.02 أو 3 يعني حسب يعني إذا كان يعني يشتغل بكفاءة عالية فراح يرجع لك مواد الطين الأساسية الموجودة اللي انت ضايفها ناقص من عندها الدريل سولدز هذه. طبعا هذا هسه راح تقول لي انت في حال اذا انا ضايف يعني بارايت بالسيستم شلون السيستم يعني ممكن يطرح البارايت. تمام هذا سؤال ايضا يعني يتبادر للذهن الكثيرين. هذا بي مالتي ستيج ابروش حوله يسوي لك حتى ريكفري للبارايت يعني يفصل فيها تو ستيج يعني طبعا السولدز الموجوده بالطين سائل الحفر نوعين ولو احنا ما وصلنا لها لكن بما انه وصلنا لهذا الجهاز فلازم نتكلم عنها. اكو هاي جرافيتي سولدز واكو لو جرافيتي سولدز. الجهاز هذا هو مسؤول عن طرح اللو جرافيتي سولدز بالاساس يعني الغرض من تصميمه وعمله هو اللو جرافيتي سولدز. الهاي جرافيتي سولدز هي اوريدي يقول لي ترى راح يحذفها تمام بس اكو بيه مرحلتين ستيجين يعني اكو ستيج يفصل لك البارايت يرجع لك طين بنسبه عاليه من البارايت والستيج الثاني اللي يفصل لك بيه اللو جرافيتي سولدز. فهنا انت بهذه الحاله راح ترجع البارايت للسيستم مالته ما راح تخسر بارايت وطبعا هذا حيكون طريقتين يعني مو جهاز واحد اذا يعني تو ستيبس اوف سيبريشن. الجهاز الاول راح يفصل لك البارايت والجهاز الثاني راح يفصل لك شو اسمه اللو جرافيتي سوليد. العموم ما اريد نطول بي اكثر من هذا بس حبيت اعطيكم صوره عنه وعن طبيعه عمله شنو. طبعا هذا اوبشنال يعني مؤخرا بدا يستخدم هذا الجهاز اللي هو اسمه كاتينج دراير عفوا جهاز الكاتينج دراير مثل ما تشوفوا هذا قدامكم. اساس طريقه عمله هم اعتماد على السنترفيوغال فورس. هنا هذا الجزء القوي اذا تشوفوا بين ماسينكم هذا الفيد منه راح يدخل. الفيد اللي راح يدخل شنو عباره عن كاتينجز خارج من الشيل شيجر ينقل الى سكرو خلينا نقول بيلت او كونفاير راح ينقل إليه راح يكون بنسبة من الطين ونسبة من الرطوبة فهذا يجفف أكثر راح يجفف أكثر هذا الكاتينج دراير. بس هذا حاليا يعني ما يستخدم كثير يعني الصراحة ولو احنا موجود عندنا متوفر بالعراق
بس حبيت اطلعكم عليه انه يكون عندكم اطلاع اذا تشوفون هذا الجهاز تخاف تسالون شنو طريقه عمله شنو فائدته. هذا يسموه كاتنج دراير، طبيعه عمله يعتمد على السنترفيوجال فورس. راح يدخل هذا طبعا هنا، انا اتوقع اكو فيديو بس ما اعرف اعرضه او لا. هذه اللي مثل ما قلت لكم هذه مثل ما تشوفون الاجهزه، هذا واحد اثنين ثلاثة، هذني الشيل شيجرز، هذني من هنا ينزل الكاتينجز على هذا سكرو كومباير، ينقل من واحد الواحد ثم واحد هذا الصاعد الفوق ينقله للجهاز. الجهاز هذا شنو عبارة عن ماطور يفتر يعني بسرعة عالية أيضا، وبي سكرينات، فالسكرين راح يعني خلينا نقول يصد الكاتينجز ويسمح لمن للسائل المتبقي بهن انه ينفذ على جداره الجانبي يعني على ابعد منه. الكاتينجز راح تخرج جافه نوعا ما يعني بصوره اكثر من ما تخرج من الشيل شيجر مثل ما تشوفوها هنا. هذا طبعا لودر اكو الحزام الثاني اللي دي ينقل إليه، هذا مفهوم، هذا دي ينقل هنا على لودر، هذا إذا تنتبهون عليه لور يعني شوفه كأنما يعني رمل زين. والطين الخارج من عنده هذا بعد أنت يعني حر بتصرفك، ممكن ترجع على السيستم يعني خلينا نقول على الساند تراب إذا أكو بي ساند يعني، لأنه السكرين مالته مو كلش يعني خلينا نقول الميش ساز عالي يعني. الغرض منه مثل ما قلنا الغرض منه انه هو ينشف الكتنج يعني، هذا يدخل الجهاز تصنيفه تصنيف يعني حمايه البيئه يعني. الغرض منه هو انه انت تطرح مواد الحفر المحفوره وتحفظها بمكان طمر يعني توديها لمكان طمر حتى ما يصير تلوث، خاصة إذا كان أنت عندك أطيان يعني طين نفطي يعني، فمشكلة أنت إذا تريد هذا الكاتينجز كله مخلوط سائل حفر نفطي أو زيتي يعني راح يسبب تلوث كثير للتربة اللي راح تخليها. فحال الحاضر يعني بالوقت الحالي الامور البيئيه اصبحت يعني جدا مهمه يعني، حتى عندنا يعني بالعراق احكيها يعني الصراحه عن شيء يعني شايفه يعني بالشركات اللي دا تعمل بجنوب العراق بالبصره، شركات حتى الوطنيه يعني اذا كان جهد وطني بداوا يغلفون الويست بت اللي هي تنطرح بها هذه الفضلات اللي مال الحفر مخلفات الحفر، تتغلف الجفرة هذه كلها يعني بمادة البوليوريثيرين يعني بلاستيك، حيكون كأنما مغلفة بالكامل حتى الجف وأي شيء من المي الموجود بيها أو طين أو هي يعني حتى ك يعني تكويناتها ما تلوث التربة اللي تحتها أو الدائر مدائرها مستقبلا يعني. ممكن انه هذه تنشال بعد ما تجف يعني بعد تاثير الرياح ودرجات الحراره طبعا طبيعيا يعني ننتظرها تجف، ممكن انه تنشال تروح المكان طمر او يعني تتغطى، ما اعرف يعني الاجراءات هذه ما بعد صراحه، لانه احنا كشغلنا ينتهي بانتهاء حفر البير. بس حاليا الإجراءات والتدابير بحماية البيئة أصبحت جدا مهمة، وهي فعلا مهمة يعني. يعني أنت ممكن تحفر بمنطقة زراعية يعني حرام يعني أنت تلوث هذه المنطقة دار مدارك، هذا تعرف يعني أي شيء تبع أنت وتلوث الأرض مالته، هذا التلوث راح يروح للنبات المزروع يعني حيصير تأثيره مو بس فقط على نبات يعني حتى على المحصول نفسه واللي ياكله وإلى آخره يعني، بغض النظر أنه المحصول راح ينجح أو لا.
فالمسألة يعني بيئية مهمة جدا، فحبيت يعني أتطرق له أيضا هذا الجهاز. أما هذا الجهاز اللي تشوفوه بشكل البطل هذا اللي هو horizontal degasser، هذا يعني نستخدمه إحنا لما يكون عندنا bubbles بالطين أو foaming. عادة يعني البابلز أكثر من الفومنج، الفومنج يعني نروح باتجاه الكيمفيلز نعالجها، لأنه تكون هي على سطح الطين يعني مو بداخل الطين. يعني المشكلة إذا كانت بداخل الطين يعني أكثر من لاير من الطبقات الطين بداخل الخزان. أما إذا على السيرفس يعني ممكن معالجات إضافات كيميائية نضيفها نروحها نتيجة يعني نعرفها شنو سببها. المهم فالديغازر هذا مثل ما قلت لكم الغرض منه استخدامه اذا انا كان عندي بابلز قاعات بسائل الحفر شلون اتخلص من عندها، حتى اقلل الشد السطحي واخلي الفقاعة يعني شلون قلت تنفجر نطردها يعني من الطين، فاني راح احتاج هنا جهاز يوفر لي سطح مغلق واكو فاكيوم يعني يصير عندي فد اختلال بالضغط عندي بحيث يفقع هاي الفقاعة. فالجهاز هذا اللي هو الهوريزونتال ديغازر هو اللي راح يقوم بهذه المهمة. الجزء العلوي اللي تشوفوه بالابيض هذا او هذا يعني بهذه الصورة على اليسار هذا هو الفاكيوم بام، هذا بطل مال مويسترز اذا صار يعني يجي عندي نقول بخار ويا الغاز المسكوب من البطل راح يجمع بي واكو من هالاتجاه ما ادري اذا واضح هذا عفوا خل اخرج من الفول سكرين مود. هذا الماطور الخاص شوف هاي دبل بيستم الفاكيوم الفاكيوم موتور اللي راح يسوي عندي فاكيوم داخل البطل مال ديغازر هوريزونتال ديغازر، يجي عن طريق هذا البايب من هذا الاتجاه يتجمع. هاي هنا أنا حيكون عندي هذا البطل يعني للمويستشر تراب خاف يكون عندي بيه رطوبة، فهنا أنا راح يتجمع. إذا جمعت سوائل طبعاً هذا هنا إذا تشوفوه شكل هذا كونكشن منه زجاجي يعني إذا صعد المويستشر أعلى من هذا راح يبين إنه أنا هنا أنا عندي صعد مويستشر، فأسوي له درين منه من هذا البال. على العموم الأوتلت مالته الاوتلت مالته يعني الفينت لاين مالته يروح بالجو يعني يكون يعني على بعد. مرات بعض الشركات سياسات يطلب انه يكون يعني يروح باتجاه الويست بت ومسافه كذا، اخاف يكون يعني هو نيتشرال غاز او H2S غاز نتيجه هذه البابل الموجوده بالطين يعني. ومرات لا البابلز الموجوده هو يعني بسبب ميكانيكي يعني مو شرط يعني من السيرفس يعني كان يكون الليفل مال الطين وعمل الاجيتيترات هن اللي تخلي اكو يصير ترابنج للبابلز بالطين. مرات ممكن المضخات نفسها مضخات الطين الكونكشنز مالتها بالسكشن تانك انه يكون ما محكم بحيث من يسحب يعني يصير سكشن للطين ويصير اكو بيه نقول خيط مال هواء، فالستروك مالتك اصلا راح تكون مو كامله مو فوق يعني يسوي ايضا ترابينج يعني يسوي بابلز يعني بالطين. على العموم طبيعه عمل هذا الجهاز قلنا بالاساس يعتمد على شغلتين. الشغله الاولى حكيناها اللي هو طبعا الفاكيوم بامب، الشغله الثانيه اللي هو هنا
راح يمكن عبر الصورة الثانية لين أوضح. خلينا عبر الصورة الثانية هنا أنا. هذه الصورة إذا تلاحظون خلي أرجع للفول سكرين مود. هنا أنا هذا السهم الأخضر هنا إيش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي مضخة ونوزل مثل شغلة اللي حكينا عليها بالبداية مال هوبر، إنه يكون عندي باك يعني يصير عندي نوزل ويصير اختلال بالضغط فيولد لي كأنما فاكيوم برجر. راح يسوي درون يعني للسائل الحفر من الخزان من هذا الأنبوب عفوا يدخل لللو برجر اريا اللي هذه بالبطل يعني خلينا نقول، بالإضافة إلى المطار عندنا هنا الفاكيوم بامب. هذين العاملين راح يخلي الطين يدخل من الأسفل يعني من قاع الخزان يصعد وين؟ يصعد به هذا شو اسمه البطل. من يصعد به هذا البطل مثل ما تلاحظ عفوا الصورة هذه، هذا طبعا خليت يعني خليته مفتوح من الداخل هنا اكو صورة حطناها. من راح يدخل من هنا؟ راح يدخل كأنما على شكل مثلث أو هرم مفتوح القمة منه حتى يصير أكو فلو، يعني بعد ما ينترس هذا راح يصير فلو انسيابي للطين على الجوانب فعل وجود فاكيوم برجر، فالفقاعات كأنما كلها راح شنو فانشت يعني كلها يعني نقول تلغي تبقى يعني، فما راح يصير عندي. وهذا الجهاز يعني طبعا فاعليته توصل لحد 98% يعني الافشنسي مالت يقضي على البابلز الموجوده بالطين عشان عندي تراب للبابلز. زين اكو شغله ثانيه اللي هذا بالجانب اللي هو 3 واي بالبز يسحوله، هذا راح يتحكم لي بالبرشر طبعا يعني انا يعني ما ممكن انه يظل الضغط مالتي مال شو اسمه مال الفاكيوم برجر يعني ثابت او يسوي بلد اب فاكيوم، او يعني لازم اكفد ريجوليتر الحدود معينه الرينج بين مثلا ناقص 30 انش الى زيرو يعني يتراوح، او هو اقول 30 ناقص 30 اش بي ميركوري اتوقع الجيش حسب ما اتذكر، لان صراحه انا صار لي تقريبا سنتين تارك الشغل بالفيلد فشويه مرات معلومات واحد يحتاج يعني بين فتره فتره سويتها رفرش. على العموم هذا الفالف هنا راح يتحكم لي، نشوف هذه الصوره الاولى الاعلى باليسار، هذا طبعا هذه خلينا نقول عليها طوافه بول مرتبطة بهذا الفالف، لما يكون الليفل قليل راح يغلق الصمام. هنا يزيد عندي الفاكيوم برجر يعني بالناقص يعني طبعا بما انه فاكيوم برجر فالضغط يقل عندي داخل الخزان، راح يبدي يمتلئ الخزان بالسائل الحفر بالطين الى ان يوصل مرحلة هنا بالاسفل يبدي يفتح هواء يعادل الضغط شوية حتى ما يصير ضغط كلش عالي، ويسمح أيضا للخروج مع السائل لما يبدي ينزل هنا يبدي يرد يغلق. هاي البراسة عندك أنت شغلتين فاكيوم مطر من الاعلى، من الجانب عندك جت يصير يعني فلو مطين تاخذه انت من اسفل، اذا تشوف هنا هذا المخطط نرجع له ياخذ شو اسمه الطين من اسفل ويجي هنا بس ما مبين هنا مع الاسف، يعني اتوقع اكو صوره انا خليت بيها واضح مكان النوزل. على العموم السهم الأخضر هو يعني اللي هنا بالصورة على الأيسر
يشير الى انه هنا هيجي عندي فلو ومكان نوزل راح يسبب لي اختلال بالضغط، راح يخلي هذا يساعد انه يدخل طين اللي هو بمشكله بابلز يدخل للخزان، والخارج مين راح يكون منا من الاسفل اسفل الطوافه يعني هذا الخط الموجود هذا هذا الخط هذا المخطط العفو يوضح اكثر. هذه على اليسار مضخه الضخ السائل الطين طبعا من خلال نوزل، النوزل هذا قطره تقريبا انجو ونص اتوقع انجو ونص يعني يصير ريديوست عندي من 6 انش للانجو ونص اوكي. وهذا ما السكشن اللي على اليمين تشوفوه مكتوب عليه سكشن هذا هذا ايضا هم 6 انش، هذا الطين منه راح يدخل للمنطقه اللي شفناها الربط من شكل البايب المثلث الفاكيوم عندي يشتغل وهذا عندي يشتغل، دخل الطين هنا نزل فلو على الصفيحه هاي المثلثه قلنا بفعل انه فاكيوم الفقاعات راح تتفقع الخارج من عنده الخارج مالتي راح ينزل وين بالستريم نفسه اللي دا ينزل بيه الجتين يعني. اوكي ان شاء الله يعني يكون الصوره واضحه. هنا انا عندي اللاي اوت مال ما سيستم طبعا هذا ايضا يعني صوره مخطط للخزانات مال منظومه سوائل جهاز 51 ريج اي بي سي 51. فهنا نشوف الشيء الشيجر تانك هذا هنا هذا تريب تانك اللي على اليمين اليسار من الشرف ويا طبعا هذا جهاز البور بوي هذا يصلح له انترميديت تانك هذا يكون بين الشيل شيجر وبين السكشن تانك هذا ممكن اقدر اسوي عليه عمليات يعني معالجات ان يكون مثلا كونديشن او تخفيف يعني او اقدر اختصره يصير عندي شورت سيستم بحيث يطلع منه هذا شانل ديتش نسميه احنا يخرج مباشره من عمليات الفصل مباشره للسكشن تانك. اما هذني الخزانات الثلاثه هذني ريزيرف تانكس هذني خزانات اختيار طبعا اكيد انت اثناء عمليات الحفر راح تواجهك مشاكل اللوسز فانت لازم تكون محضر نفسك يعني كل ما كان عندك خزانات اوسع عدد اكثر ريزيرفات كل ما كانت مناورتك عفوا. الو دكتور عمر تسمعني؟ الو واضح صوتك استاذ واضح واضح تمام عفوا اني يعني اعتقدت انه البث خلاص اي. فكل ما كان عندك اتساع بالخزانات ريزيرفات عندك اكثر كل ما تكون عندك مناوره اكثر لما يصير عندك لوسز. اما الجزء هذا ممكن نشوفه ميكسينج تانك مكتوب عليه. السلام عليكم العفو استاذ اوساني اسف جدا على المقاطعه بس لان الوقت تقريبا مال السيشن اللي حازي راح ينتهي باقينا بس بالضبط 10 دقائق. انا احب اشكرك مره ثانيه هوايه على المحاضره يعني اقترح عليك انه احنا ننهي الجزء الاول لغايه هنا وكان جزء كلش واضح وانا اشكرك على طريقه القائك لان بسطت الموضوع كلش للطلاب وجيت ويا الاساسيات مال الموضوع يعني حتى اللي مو مهندسين نفط حاضرين اتصور اليوم اخذوا فكره كلش ممتازه على المنظومه. فانا اشكرك ممنون نعم. منك فاني بقالنا 10 دقائق احاول استغلها وان شاء الله اكيد راح نسوي الموضوع على شكل سلسله محاضرات الى ان نستوفي الموضوع كله تكاملا. تمام. انا افتح باب الاسئله بالبدايه للاساتذه الحاضرين ويانا دكتور ندى دكتور حسن او
أي أستاذ آخر حاضر ممكن يحب يتفضل يسأل. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. شلون صحة عيني مهندس أوس دكتورة ندى وياك عيني. اهلا وسهلا دكتوره شرفنا بيك يا اهلا وسهلا. الشرف لنا عين طبعا. اولا نشكرك كلش هوايه على التفاصيل المفيده للطلاب بالنسبه للسيركوليتنج سيستم، وفعلا يعني كانت محاضره جدا محاضره كانت كلش واسعه ويعني دخلت ان ديتيلز كلش هوايه، ونشكرك كلش هوايه يعني مهندسنا العزيز. هذا اعتز به بالعكس، اشكرك. تسلم لي تسلم لي. ونتمنى بعد يعني ان شاء الله يعني السلسله هاي ما تخلص بالنسبه للدرولينج فلويدز، وتنقلون لنا خبرتكم الحقليه للطلبه ان شاء الله. والله ان شاء الله ما نبخل عليكم، احنا سعيدين جدا تسلم. بهذا اللقاء، ونتمنى انه يكون التواصل بين الجامعات وبين المجال التطبيقي، وهذا افضل شيء يرفد الـ يعني الجامعات انه الخبره للناس اللي يشتغلون بالمكان اللي هم مستقبلا ممكن يشتغلون به، حتى يكون عندهم تصور اوضح للمسائل أكيد. او للطرح للفهم اكثر، يعني كل ما كان الطالب انه عنده فهم اكثر للموضوع راح نعم. يشوف فيه يعني بعد تعرفون الطالب الجيد، وهذه هو الطالب مو بس فقط اللي يقرأ إنما عنده فهم يعني صح. تصور للموضوع اللي يقرأ. فأحنا أنا جدا سعيد بهذا الشيء، وسعيد إنه أسمع من حضراتكم ومن الطلبة أيضا إنه المحاضرة كانت جيدة، هذا الشيء بالعكس يسعدني ويفرحني ويخليني أستمر إن شاء الله. تسلم بارك الله بك وشكرك يعني جزيل الشكر. ونشكر الـ SPE Chapter University of Baghdad دائماً دي تحن فد فرص كلش مفيدة يعني سواء للكادر التدريسي وكذلك للطلاب ولطلبة الدراسات العليا والأولية وللمهندسين الخريجين. شكراً عيني. شكراً شكراً دكتور عمر. شكراً مهندسنا عيني أوس. شكراً جزيلاً. شكراً عيني. يا هلا بيك هلا وعيني. مية هلا هلا وعيني. طلابنا الأعزاء أي واحد بكم عنده سؤال يا ريت لو يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. بس حبيت أسأل أول شيء، عندي سؤالين. نعم. أريد أعرف الميكانيزم شيل فيلر ميكانيزم. عفوا. شيل فيلر ميكانيزم. يعني هذه خليها سؤال يعني في وقت أتوقع بعد أمانة يعني هذا الشيء يعني أنا الصراحة أحبذ إنه على المحاضرة، لأنه أنا ممكن أجابك عليها أفضل، لأنه أنا أهم أكون مستعد، وحتى مثلاً ما نقول ما نفوت إنه المحاضرات القادمة يعني ممكن إنه هذا السؤال مو شوي أدفانس وديب الفيل أنا أي بالحفر أهمية. أهلاً وسهلاً. الشيل فيلر ميكانيزم. جهاز واحد وخمسة. أهلاً وسهلاً. أي الشيل فيلر ميكانيزم، وتسأل على التأثير البي إتش على تشارج إيج للبنتونايت. نعم. أنت إذا كنت تحفر بمنطقة فيها شيل، فالأفضل إنه أنت ما تحفر الطين بي بنتونايت. يعني أتليس لازم الحفر مالتك يكون الطين. ماد بوليمر وكيف اكيد أرض. اكيد ماد بس انا اسال على الميكانيزم مالتها. الميكانيزم انت عندك الاساسيه اللي هي راح تكون انه لازم يكون عندك انهبيتيف ماد، راح تخلي الكي سي ال ماد تخليه راح يسوي عندك اكسشينج بالكاتايونز بدل ما يكون انت عندك صوديوم كاتيونز او كالسيوم كاتيونز موجوده عندك بالسائل، راح تبدلها بالايون البوتاسيوم اللي هو يكون قطره اقل، فراح يسوي عندك انهبيشن، ما راح يصير اكو امتصاص لل
للسائل الموجود او الفلتريت مال الطين بالشيل. فالمشكله اللي يصير عندك اذا كانت مشكله كيميكال فانت راح تسويها بالطين هذه، اذا ميكانيكال هم بالطين بس بالويتين. احنا خلينا نجاوب هسه يعني الكيميكال ايشو. الكيميكال ايشو انه انت لازم تسوي له انهبيشن. شلون تسوي له انهبيشن؟ تضيف البوتاسيوم سالت اللي هو KCl. راح هنا العملية اللي يصير عندي شنو؟ يصير عندي بد تبادل آيوني. كل ما أنت ضفت KCl أكثر، كل ما الكاتيونز الموجودة بالسائل راح يصير فيها ريبليسمنت، بدال الصوديوم حتكون بوتاسيوم. الآيون البوتاسيوم، آيون البوتاسيوم يعني أقل من النانو السايز ماته، أقل من النانومتر، ينقاس بوحدة أقل منه اللي هو 1 × 10^-10 متر، يعني اللي هي راحت عن بالي الصراحة. المهم فراح يصير عندك شنو انهبيشن، راح يمنع امتصاص هاي الآيونات اللي تلتصق على الجدار الشيلز، راح تمنع انه يكون اكو امتصاص للسوائل. فالشيل ما راح يصير بي هايدريشن. الشيل اذا صار بي هايدريشن، صار انتفاخ شرب، راح يصير استثار، راح يسبب لك مشاكل التساق. راح فهذه تمام تمام. اتمنى ان شاء الله انه جاوب سؤالك يعني حسب ما فهمت يعني. ان شاء الله. شكرا استاذ. ان شاء الله على المحاضرات الجايه اسال. عفوا انت من قلت لي من جهاز IDC 51؟ اي سلامي سلامي للجميع للاخوان جهاز IDC. يوصل ان شاء الله، يوصل ان شاء الله. استاذ بس تعقيبا على كلامك، نعم ذكرت فد معلومه. الو الصوت انقطع شويه. انقطع. الو صوت قطع. تفضل فاروق، تفضل تفضل. لا فصل بس بالنسبة لعدد الشيل شيكرز، إنه إذا كانت واحدة أو ثلاثة، هذا فرد ستاندر. نعم. إنه نستخدمه لو إيش بالضبط؟ سؤال جيد. أشكرك على السؤال هذا حبيبي. الله يحفظك. الأجهزة الشيل شيكر ليش اثنين ليش ثلاثة؟ الأجهزة الموجودة طبعاً بسعات تجي ممكن 800 هورس باور، 1000 هورس باور، 1500، 2000، 3000 وهكذا. فنقول من 1500 هورس باور فما فوق يحبذ أنه يكون بها 3 أجهزة، يعني 3 شيل شيكر، ويحبذ أنه يكون بها 3 مضخات. ليش؟ لأنه أنت راح تحفر أعماق يعني عالية. الرينج مال الفلوريت مالتك حيصير اوسع، يعني انت من راح تبدي تحفر يمكن انت ابو الالف فورس باور مصمم يحفر مثلا خلينا نقول فد 2400 2500 متر، من راح يبدي